العابد، نواف بيلعبها اماميه باتجاه ياسر الشهراني بشكل سليم، كره للهلال على الجانب الايمن بيحاول مع قاسم لكن عادت لياسر امام المرمى ركله جزاء. المشاغب ياسر الشهراني ياتي بركله الجزاء للزعيم. الشد كان واضح، هل كانت داخل المنطقه ام خارجها؟ شايف ياسر بينه وبين قاسم، الكره داخل والقرار سليم لهشام الرفاعي المساعد الثاني ولحكم المباراه باحتساب ركله جزاء بشد واضح وركله جزاء للزعيم. لا في الدقيقه 70 الزعيم يقترب، في الدقيقه 70 الهلال يقترب من التقدم. نور يتحصل على بطاقه صفراء بداء الاحتجاج، وهاني النهض يعده برده فعل، بينما تياغو نيفيز هو دائما ما يفي بالوعود ويفي بالغرض. للهلاليين متخصص هذا، يحب الاتحاد، ياهو يحبهم حب، ياهو دائما ما يسجل في مرماهم. تياغو نيفيز بالذات في الدوري ركله جزاء تياغو نيفيز، وهاني الناهض تياغو، هاني تياغو في المرمى. Tiago e...